صباح الخير عليكم ورمضان كريم. النهاردة احنا عايزين نتفق مع بعض ان الحرمان ما بيحققش النتائج اللي انتم متخيلينها. جايز يكون وزنك هيخس، صحيح وزنك هيقل، لكن هيحصل عندك مشاكل تانية في اعضاء جسمك الداخلية ووظائفها احنا في غنى عنها تمام. فلو انت مش هتمشي مع مدرب او اخصائي تغذية يقولك تمشي ازاي، فانت لازم تعرف ان انت لازم تاكل نظيف. يعني ايه اكل نظيف؟ يعني لو انا عايز اكل بطاطس مثلا، كل بطاطس باي طريقه غير ان هي تبقى مقليه في زيت. عايز اخد زيوت ودهون من الاكل، خدها من زيت الزيتون، خدها من الفول السوداني ومن المكسرات اللي هتساعدك ان انت تاخد دهون وتاخد زيوت بشكل نظيف غير مصنع وغير مخلق. كل ما هو خلقه ربنا هو مفيد. المشكله بتبقى عندنا في التدخلات اللي تخلي الحاجه مصنعه. يعني البطاطس مهمه، لكن البطاطس المقليه مضره. كل سلطه كتير جدا، وطبق السلطه لازم يكون طبق اساسي، وخد منه الكاربس اللي احنا بنقول عليها كاربس نظيفه. نظيفه يعني غير مخلقه، يعني هي خلقه ربنا، جبتها وغسلتها وقطعتها وبس كده وكلناها ومفيش منها اي مشاكل. هناكل بروتين علشان احنا عايزين نكتسب عضلات زياده من اكل البروتين، يبقى لازم قدامه اشرب ميه كتير جدا عشان البروتين ما يترسبش جوه الكلى والكبد. لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي من ان ربنا ما بيخلقش اي حاجه الا ويكون ليها فايده وليها وظيفه مهمه جدا جسمي محتاجها. الكاربس مش عفريت، الكاربس مش هتخنك، الكاربس كترها وطريقه التعامل معاها الغلط هي اللي بتحولها لسكر وبتحولها بعد كده لدهون مختزنه جوه جسمنا. اشوفكم على خير ورمضان كريم. صباح الفل.